الموسيقية وغيرها كانت ضمن الحفل السنوي الذي نظمه معهد الدراسات الموسيقية بالتعاون مع دائرة الفنون في وزارة الثقافة. النسخة السادسة التي أقيمت هذا العام وجد فيها الطلبة وإدارة المعهد مقياسا لمدى تطور المعهد وطلبته، مؤكدين تطلعهم إلى الوصول لمستويات أفضل. الحفل السنوي لمعهد الدراسات الموسيقية اللي خرج نخبة من الطلبة الفنانين الرائعين بمعنى الكلمة، حفلة بشرت بخير بولادة فنانين شباب. السادس مهرجان نسويه على المعهد، وسنة على سنة نحس أنه نتقدم ونتطور بجهود الأساتذة وجهود الطلاب، وإن شاء الله بالمراحل الجاية تتطور أكثر وأكثر. الحفل الذي اعتمد في تنظيمه على الطلبة حتى في قيادة الفرق الموسيقية توقع منه أكاديميون بأن يسهم في إظهار إمكانات وطاقات الطلبة الذين تقول وزارة الثقافة أن أعدادهم في ازدياد. هذه النشاطات مهمة جدا لإظهار إمكانية وقدرة الطلبة في خلال دراسة سنة دراسية عام كامل، يعني ماذا قدموا هؤلاء الطلبة، ماذا قدم الكادر التدريسي. فبصراحة يعني المستوى الفني ده يرتفع شيء بعد شيء، يعني كل عام كل سنة إن شاء الله أكو طلبة وإمكانيات أكو ممتازة جدا. تجاوز الطلبة أكثر من 250 طالب في هذا المعهد، فهذه ظاهرة صحية ورائعة جدا، وإن دل على شيء إنما يدل على أنه هنالك رعاية واهتمام ودعم من قبل وزارة الثقافة ودائرة الفنون الموسيقية. تأكيدات الأكاديميين الفنيين على ارتفاع مستوى الذائقة الفنية للموسيقى والغناء داخل المعهد، يؤكد مختصون أنها ستصطدم بعد تخرج الطلبة لما أسموه الانخفاض الكبير في مستوى الأغنية العراقية. أحمد سمير، السومرية.